الله وبركاته. يسرني أن أعلن اليوم عن انطلاق أعمال بناء المشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، والذي سيكون بعون الله صرحاً يعمل على تلبية مجموعة شاملة من الاحتياجات الطبية لدى المواطنين الجزائريين، وخاصة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة والمعقدة، مما يرفع مستوى الرعاية الطبية ويحد من حاجة المواطنين الجزائريين للسفر إلى الخارج. إن وجودنا اليوم ما هو إلا ترجمة لتوجيهات القيادتين الحكيمتين، إذ حرصت القيادتين برؤيتهما الحكيمة على دعم التعاون المتبادل في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية لتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين. إن هذا المشروع الحيوي سيضم أكثر من 300 سرير و30 وحدة عناية مركزة و15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية، إضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ وطاقم طبي رفيع المستوى، ليفتح أبوابه في عام 2026 بإذن الله. أريد أن أضع هذا الحدث في مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا، والتي تستجيب لتطلعاتنا في تعميق روابط الصداقة والتكثيف مجالات التعاون، لتعكس حقيقة مستوى التوافق السياسي بين البلدين، وهو يعتبر الأول من نوعه الذي يأتي ثمرة شراكة قوية بين دولة قطر الشقيق والجزائر، حيث سيعطي حين اكتماله قفزة نوعية خاصة سيشهدها مجال الخدمات الصحية، القطاع الصحي والمنظومة الصحية بصفة عامة. هذا المشروع لم يكن للتحقيق ويتجسد في أرض الواقع لولا الرعاية الدائمة والمتواصلة للسلطات العليا لدى البلدين الشقيقين ومساعيهما الرامية لإنجازه، حيث سيمكن من تحسين الخدمات الصحية التي ستستفيد منها الوطن المواطن الجزائري. بالفعل، فبعد ضمان توفر خدمات رعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، ومع ازدياد معدلات العمر، ظهرت الحاجة إلى توفير خدمات استشفائية تواكب التحولات الديمغرافية والأنماط الاستهلاكية. ومن جهتنا، نعتبر هذا المشروع كشاهد من شواهد على التوجه نحو قفزة نوعية التي تريد للمنظومة الصحية الوطنية أن تشهد لمواكبة التحولات التي تعرفها من حيث الحاجة إلى رعاية صحية متخصصة. هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه، والذي يأتي ثمرة شراكة قوية بين دولة قطر الشقيق والجزائر، يندرج في مسار تأسيس مرحلة جديدة تستجيب لتطلبات البلدين وتتكفل بتعميق روابط الصداقة وتكثيف مجالات التعاون. هو مرفق صحي كبير مصمم بمعايير عالمية ومجهز بأحدث التقنيات والتكنولوجيا في المجال، والتي تسمح بتوفير خدمات صحية عالية التخصص. بالإضافة إلى الخدمات الصحية المعتادة التي سيوفرها، فهو يحتوي على المرافق والإمكانيات التي تسمح بالتكفل بالحالات والأمراض المعقدة والمستعصية، والتي كان البعض منها يستلزم في السابق نقل المرضى إلى خارج أرض الوطن، وما ينجر عنه من تكاليف وأعباء معتبرة. هذا اليوم هو تجسيد لكلمة قرار سيد رئيس الجمهورية ببناء صرح صحي على مستوى المواطن الجزائري، وقد تجسد اليوم على مستوى هذه الأرضية، وتنطلق الأشغال اليوم، ومحدد مدة الأشغال بتقريبا سنتين أو ربما أقل. لذلك فنحن نفتخر أننا وصلنا لاستثمار في هذا المجال
طبقاً لما أقره السيد رئيس الجمهورية وتعهده لإنشاء هذا المستشفى. نعم. تمويل هذا المشروع هو 290 مليون دولار أمريكي. 75 من 100 من هذا المبلغ هو يعني ما يسمى بالفون بروب، يعني جايين به رأس المال الشريف. وهذا المشروع أيضا ممول ب 60% من طرف البطيق القطرية و 40% من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.